مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث، كالعادة يوم الخميس ساعة تلفزيونية خاصة مع شخصية سياسية للإجابة عن تساؤلات الأسبوع. وتساؤلات الأسبوع لهذا لحلقة اليوم كثيرة، ولهذا استدعت أن تكون الشخصية شخصية صف أول ومطلعة جدا على القرار السياسي وعلى الوضع السياسي للقضية الفلسطينية. ورحب معكم بالسيد نمر حماد المستشار السياسي للسيد الرئيس تحياتي نمر أهلا فيك أستاذ أهلا. نمر كالعادة نبدأ في برنامج دائرة دائرة الحدث بأبرز ما تداولت الصحف المحلية والعربية والإسرائيلية كما الأجنبية من عناوين ثم نعود وإياك لنبدأ أن نحاول أن نجيب على كل تساؤلات سواء المحللين السياسيين أو الشارع الفلسطيني نتابع نبدأ جولتنا لهذا اليوم من صحيفة الأيام المحلية. رئيس الوزراء دكتور سلام فياض آن الأوان أن تكون الانتخابات بوابة للمصالحة وليس نتيجة لها. وثلاثة شهداء في غارة استهدفت سيارة تابعة لشرطة الحكومة المقالة في رفح. أما جريدة القدس فعنونت باريس تدعو إسرائيل لتحرك عاجل بشأن الأسرى المضربين عن الطعام. وكتبت أيضا إسرائيل تغلق معبر حي رأس خميس وتعزل سكانه عن مدينة القدس. إلى الحياة الجديدة التي كتبت أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم يدعو إلى إرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاك حقوق الأسرة ونقرأ أيضا مجلة فرنسية ساخرة تصب الزيت على النار وتنشر رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد إلى الصحف الصادرة في بعض الدول العربية نبدأها من الدستور الأردنية الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا مفاجئا في هضبة الجولان أما صحيفة الرأي عباس يتوجه إلى نيويورك الأحد لتقديم طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة صحيفة الأهرام عنونت مرسي يعين اللواء شحاتة مديرا للمخابرات إلى الإمارات وصحيفة الخليج الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ويصادر أراضي ويقرر هدم منزلين في الضفة أما الوطن السورية فكتبت قيادات في حماس قالت إن الرئيس مرسي شدد حصار غزة أكثر من مبارك والجيش المصري يهدم عشرات الأنفاق في رفح ويمنع تدفق مواد تموينيه ووقود لغزه. إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومع الشرق الأوسط استقبال هنية في مصر يشعل حرب التمثيل والتشريعات بين الفلسطينيين. أما القدس العربي فقالت إسرائيل تعيد فتح معبر غزة التجاري بعد إغلاقه. ننتقل إلى الصحف الصادرة في إسرائيل ومن صحيفة يدعوت أحرنوت نبدأ الولايات المتحدة تحذر إسرائيل ضرب المفاعل النووي الإيراني سيؤدي إلى إنهاء عملية السلام مع جيرانها. أما صحيفة معرف إسرائيل ستحاول منع عقد مؤتمر دولي لنزع السلاح النووي في الشرق الأوسط صحيفة هارتس عنوانت أمر غير قانوني منع العرب ممن يحملون الهوية الإسرائيلية من دخول المستوطنات نصل إلى ختام جولتنا بعناوين أهم الصحف الأجنبية ونبدأ بنيويورك تايمز وثائق أمريكية سرية جديدة حول صبرا وشتيلا إلى صحيفة أكشام التركية الحرب في سوريا تستهدف إسرائيل أيضاً واخيرا مع صحيفه زمان الولايات المتحده تقول ان الهجوم على السفاره الامريكيه يمثل عملا ارهابيا. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام واياكم نبدا حلقه الاجابه عن التساؤلات وعن الافكار التي طرحت خلال الاسبوع. دعني في البدايه استاذ نمر ان ابدا بالسؤال. هل الوضع الفلسطيني الان في وضع مدروس او الدراسات التي او النقاشات التي خضعت مؤخرا للقيادة الفلسطينية حول المسألة الفلسطينية الأزمة السياسية المالية اللي اللي أيضا الميدانية في الحال الفلسطيني إلى صورة واضحة بعد أو عشية الاقتراب من التوجه للأمم المتحدة يعني بمنتهى الصراحة أولا القياده الفلسطينيه والرئيس تحديدا كما يعرف الجميع م. على تواصل مستمر مع مختلف دول العالم م. ويناقش مع هذه الدول كل ما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه وهي قضيه معقده وقضيه لها ابعاد دوليه وبالتالي نحن على تواصل مستمر مع الاوروبيين ومع الامريكان ومع الروس ومع ايران ومع غيرها م. هل تمت دراسه الخطوات القادمه؟ جوابي هو التالي مم. خصوصا الحديث عن انه اوسلو بحثها من جديد نعم محاولة نعم يعني في الاجتماعين اللي تموا للقياده الفلسطينيه قبل اربعه ايام مم. السيد الرئيس تحدث بصراحه قال امامنا وضع مستعصي تماما م. هناك أزمة حقيقية نعم. هناك مصالحة مش بس متعثرة لا تزداد تعقيدا م. والأسباب معروفة اعتقاد قيادة حركة حماس في غزة أن الوضع الجديد في مصر يساعدهم م. وبالتالي بدأت الأمور بالنسبة لهم اه اه تركز على موضوع حل المشكله الاقتصاديه والحركه وحريه الحركه وغيره منطقه تجاريه حره منطقه مم. تجاريه حره، يعني هم اصبحت الاولويه هذا راح يعمق طالما انه راح يحسوا مرتاحين او بحسوا انهم مرتاحين اكثر إذن لا داعي للتغيير آه الوضع وفكره مش بحاجه إن... لا للمصالحه بالضبط وفكره انه آه غزه حررت وتحررت غزه يعني بتزداد بتزداد رسوخا النتائج مش مدركينها م. انه ايش بيعني انه نقول انه غزه تحررت وبالتالي الها علاقات ومفتوحه وغيره مع مع مصر ايش نتائج هذا على القضيه الفلسطينيه مش اخذينه بعين الاعتبار اخذينه الموضوع الاخر وهو الاهم وهو الاخطر وهو الاساس م. ان اسرائيل واضح تماما انها غير معنيه على الاطلاق بالاصول الى التسويه م. اللي بالنسبه إلنا كفلسطينيين اعتبرنا انها تحقق العداله الممكنه م. يعني عندما قبلنا بمبدا الاعتراف المتبادل م. وقيام اسرائيل على محتل قبل عام 67 لم يكن قرارا سهلا لكن قلنا هذه هي العداله الممكنه م. حتى هذا الاسرائيليين الان غير معنيين فيه وواضح يعني اخترتم الحل العملي على الحل المثالي نستطيع ان نقول يعني خلينا مم. نسميها يمكن تكون افضل يعني بين الك حق الك حق ممكن مم. على اي حاجة يعني مش هذا حتى هذا الاسرائيليين واضح تماما وهذه الحكومه يعني تجذر كل العوامل التي يمكن ان تحول دون قيام الدوله الفلسطينيه نعم الامر التالي وهو نتيجة من من نتائج هدول الأمرين اللي هو الأزم الاقتصادية <applause> يعني واضح تماما أن السلطة يعني تشغل نفسها في كل آخر شهر كيف أن تدبر الرواتب <applause> كيف أنه تدفع للموردين تأخر هذا تبدل هذا وبالتالي هناك ضغط يعني دائم على المواطن وعلى الموظف اللي احتلال انقسام ثم وضع اقتصادي يومي حياتي صعب ومعقد لي، لي، لكل هذه الاعتبارات الرئيس طرح التالي قال من لدي اقتراح فكرة م. للخروج من هذا المأزق أنا على استعداد أنه أسمع خلينا نناقش جميعا م. طبعا بهيك نقاش مم. انا بعرف لانه طلعت بعض التسريبات انه سيحلوا السلطه قرروا مش عارف ايش بلقاء مثل هذا ممكن تطلع الغاء التزامهم باوسلو الغاء الالتزام آه عقد مؤتمر وطني عام وشامل مم. شيء طبيعي يعني باجتماع بيحضروا حوالي 60 واحد تطرح افكار تطرح افكار, أفكار, 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 أفكار عديده المهم مم. ما هي حصيله كل هذا النقاش يعني دائما يعني اذا سالتيني انه هل كان مدروس الامر م. الفكره الصحيحه او الفكره التي تقترب من الصح م. هي الفكره اللي بيناقشوها الناس وبيصلوا لنتائج يعني ما في شيء بنزل يعني إيام, من فوق. ايام الانبياء م. كان انه النبي يعني يصلوا عبر الوحي اليوم ما في يعني حدا في يدعي انه نبي م. وبالتالي النقاش بين الناس هو الذي يؤدي إلى بلورة فكرة معينة مم. وبالتالي ما هي النتيجة وبعدين ممكن أي أسئلة حول هذا الأمر أنا على طب. استعداد أنا أنا النتيجة طب. اللي وصلنا إليها هي التالي مم. الوضع الحالي لا يمكن القبول به ولا يمكن استمراره والوضع الحالي بيعني لا يمكن أن نقبل باستمرار الاحتلال والاستيطان والتهويد والسيطرة على كل حياة المواطن الفلسطيني ثم نقول إنه المسار الذي قبلنا به سابقا وهو المفاوضات المباشرة وبرعاية من اللجنة الرباعية الدولية وتركنا لأنه كان في موقف أميركي يقول اتركوا موضوع الأمم المتحدة جانبا وقراراتها لأنه سابقا ما حلت المشكلة وركزوا انه عبر هذا المسار يحل الصراع بينكم وبين وما زالت حتى اليوم تقول ذات الكلام ماشي مم. لكن الان صار كلام بلا مضمون مم. في كلام له نتائج ومعنى وفي كلام يصبح تكرارا مم. هذا التكرار اللي بيقول لا بديل عن المفاوضات مم. لكن الاستيطان بيستمر اصبح بلا معنى مم. مفاوضات اذا توقف الاستيطان م. مفاوضات اذا قبلت اسرائيل بالاساس اللي قامت عليه كل عمليه التسويه الارض مقابل السلام م. انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي وقع عام 67 وحل الدولتين على هذه الاسس قامت التسويه ثم كل التفاصيل الاخرى ايجاد حل لما نعم. يسمى قضايا الحل النهائي وغيرها اسرائيل تتصرف عكس هذا تماما م. ولذلك قرارنا هو الذهاب إلى الأمم المتحدة هو القرار اتخذ سابقا وكنا نعتقد السنة الماضية أنه في إمكانية ما للوصول إلى اعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية من خلال مجلس الأمن م. وكان مطروح السنة الماضية أنه لماذا لا تذهبوا إلى الجمعية العامة إحنا قلنا من الأفضل أن نذهب إلى مجلس الأمن م. وكنا نعرف أن الأمريكان ممكن يستعملوا فيتو لكن كنا نعتقد أنه ربما يكون هذا المسار مسار يساعدنا في الحصول على أن يعني إذا أنت في ولو أمل بسيط أنك تحصلي على ما هو أكثر تسعي لتحصلي عليه لما بتبين لك أنه لا اللي كنت تتمني ما قدرتي إذا بتحاولي تقولي ما هو الممكن خليني أشوف ما هو الممكن ولذلك القرار كان الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الاعتراف وهون بحب اوضح التالي الجمعيه العامه عندما تعترف بفلسطين دوله فقط لانه ليس من صلاحيه الجمعيه العامه ان تقول دوله كامله العضويه لانه هذا بحاجه الى قرار من مجلس الامن منذ قامت الامم المتحده ولذلك سنصبح دوله بالنسبه للجمعيه العامه ولكن دوله غير عضو بمعنى دولة غير يعني دولة بمواصفات معينة، هذه المواصفات تتيح للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية أولاً أن تطلب من الدول بعد التصويت أن تتعامل مع الواقع الجديد الذي سينشأ على أساس أن هناك دولة هي دولة إسرائيل تحتل دولة أخرى هي دولة فلسطين. على هذه الدول في هذه الحالة أن تتعامل مع اسرائيل كدوله احتلال وينتهي الوضع هذا انه ارض متنازع عليها بالضبط اللي بتحاول اسرائيل تلعب عليه م. انه حتى نصل الى حل لا يوجد ما يمنع انه نستمر في البناء هذا هذا الموضوع يفترض من قبل الاغلبيه الساحقه من الدول الاعضاء في الجمعيه العامه ونرجو ان نحصل على ذلك يفترض ان ينتهي ثم هذا سيتيح لنا م. فيما بعد الانضمام إلى مختلف المنظمات الدولية آخذين بعين الاعتبار مثل ما عم نسمع من الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف ضد وأن الكونغرس سيقطع المساعدات وأنه سيعاد النظر في البعث, البعث, البعث وغير ذلك من الأمور اه هذه الاحتمالات مهما كانت قد تبدو صعبة لكنها أقل خطوره على قضيتنا من القبول باستمرار الوضع الراهن. طيب. هذه هي الحاله. طيب استاذي سؤال ايضا يعني حول هذا النقاش، هناك من بدا يشكك في انه الذهاب الى الجمعيه العامه مناوره او طرح مشروع القرار للتصويت سيتم المناوره فيه. يعني هناك من يقول انا اريد الجواب الشافي لانه هذا تم تداوله في الصحف. وفي كتابات بعض المحللين من انه المناوره ستتم في موعد أو تقديم مشروع القرار للتصويت او في صيغه مشروع القرار، لانه سيطرح على طبعا الكتل العربيه والاسلاميه وبالتالي لكل كل كل طرف سيدلي بدلوه. مساله الانتخابات الامريكيه انه قبل الانتخابات الامريكيه او بعدها. الحديث حتى عن بعدها انه اذا فاز اوباما فان السلطه تراهن على اعطائه فرصه لكي ينفذ ما وعد او لكي يعني يتحرر من ضغوطات اللوبي الاسرائيلي، اللوبي اليهودي في الولايات المتحده ويكون بذلك على قدر كافي من انه ينفذ ما تحدث فيه منذ بدايه البدايات. البعض الاخر يقول بانه اذا فاز روماني المرشح الجمهوري فانه سيقدم بشكل سريع للتصويت لانه في الحاله في حاله المرشح الجمهوري يعني يكن العداء بشكل مباشر ومواقفه واضحه تجاه الفلسطينيين حتى انه مؤخرا قال بانهم ما بدهم سلام و... قبل انه احنا شعب مصطنع <applause> <applause> طيب يعني هذا هذه التساؤلات اجابه شافيه حولها اذا سمحت الجواب الشافي هو التالي <applause> نريد أن نحصل على أكبر عدد ممكن من أصوات الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة م. هل هذا صحيح ولا غلط م. يفترض صحيح الشغلة صحيح. الثانية يفترض أنه عندما نحصل على الاعتراف نضمن أن حجم المكاسب كبير ونقلل حجم الخسائر بعتقد كمان هذا يفترض شيء صحيح <applause> المهم الهدف الهدف هو الذهاب الى الجمعيه العامه في هذه الدوره لطلب الاعتراف بفلسطين دوله غير عم. مختلف دول العالم اللي بدها تصوت بتحكي معانا ما هو احنا رايحين من شان يعترفوا مين اللي بده يعترف <applause> دول بدها ت... تحكي معك. هناك من يقول نحن بنحكي معها حتى نطلب انها تصوت لنا بطبيعه الحال بالضبط هناك اراء عديده بنسمعها مثلا على سبيل المثال من شان الاوروبيين بيقولوا نتمنى أن الصيغه والتوقيت تبحث معنا حتى لا تنخسم اوروبا حتى تصوت كتله واحده مع المشروع وانه ان صوتت ضد او امتنعت تكونوا ثلاث اربع دول لكن الاغلبيه الساحقه يكونوا وبتسمعي نصائح في هذا المجال تسمعي ايضا من بعض الدول الاخرى حتى ل... عربيا يعني عربيا برضو برضه بتسمعي مين بيقول انه يعني بعد الانتخابات مين م. القرار الفلسطيني م. لا نريد ان نقيد نفسنا من الان م. احنا بنقول التصويت سيتم في هذه الدورة هذا بيعني قبل نهاية العام م. الرئيس سيلقي خطابه يوم 27 م. من هذا الشهر م. خلال وجود الرئيس يعني يلتقي مع عدد من الدول سفراءنا الآن أرسل لهم تعميم رسمي م. كل ممثلين في مختلف دول العالم يفترض خلال الأيام القادمة الموعد خلال أسبوعين يفترض أنهم يجروا اتصالات مع الدول المعتمدين لديها بشأن سؤال واضح نحن ذاهبين إلى الأمم المتحدة يعني أنت مع أم ضد على أنه يصوت أو لا يصوت بالضبط بدنا نعرف موقفكم وإذا كانت نصائح ما هي نصائحكم مم. ربما نستمع يا ريت تأجلوا لبعض الانتخابات يا ريت كذا ممكن كل هذا سيؤخذ بعين الاعتبار ولذلك السياسي يعني مش عملية قفز في الهواء وبعتقد الجميع بيعرف أنه الرئيس أبو مازن رغم كل ما يتحمله من ضغوط مم. يعني اللي ما بيجي راتبه وكذا ومش عارف إيش وين اللي والضغوط اللي من الأمريكان واللي ما حدش فيه يتخيل ومع ذلك بتميز بالحقيقة بأنه خطواته باستمرار بتكون وهو واقف على الأرض ما بيعطي وعود بالهواء ما بنجرش للمزاودات بعتقد الجميع بيعرف هذا يعني مش عم بحكي الجميع بيعرف هذا وبالعكس مرات بيحكي شغلات يمكن ما, ما يكون لها الشعبية الناس ولذلك هو يعني كل اللي حكيتيه <applause> إن بيقولوا كذا بيقولوا كذا بيقولوا كذا بيقولوا كذا عبارة عن آراء شخصية ما حدش فيه يمنع الثاني لكن أنا بقول لك الموقف الرسمي الذي سنسير عليه مم. يوم 27 في الخطاب سيرد طلب الاعتراف التصويت خل... سيكون خلال الدورة مم. تاريخ طلب التصويت سيعتمد على مختلف هذه العوامل طيب مساله التوجه للمحاكم الدوليه لتجريم ممارسات او لتجريم الاحتلال وممارساته في الاراضي الفلسطينيه منها مثلا قضيه مهمه ساشير اليها قالها احد ضيوفي خلال الاسبوع سنسمع لما قاله موفق مطر حول مجزره صبرا وشتيلة وقال انه الملف سيبقى معلقا دعنا ولكن يعني للحظات نتابع او نسمع ما قاله خلال الاسبوع لكن بالنسبه لما صبر لا في تقديري الشخصي مم. هنا أنا الامر متداخل لا ننسى بان آه الذين ارتكبوا المزرعه عمليا جزءا كبيرا منهم هم من القوات اللبنانيه حزب القوات اللبنانيه نعم الكتائب. الكتائب وبالتالي الوضع في لبنان مم. ووضع المخيمات في لبنان وأوضاعنا في لبنان أوضاع 400 ألف فلسطيني في لبنان يبقى السؤال هنا هل تسمح بفتح هذا الملف وضمان حمايتهم أيضا من جديد هذا السؤال هل الوضع القائم في لبنان ربما قبل مرحلة كان هناك نوع من المصالحة أو ربما ممكن القول أن اللبنانيين قد دخلوا في مصالحة بعد الطائف مثلا وتم طي كل الملفات السابقه هل والكثير من القاده اللبنانيين وحتى الفلسطينيين قالوا انه لنطوي هذه الصفحه ونفتح صفحه جديده في العلاقه طيب. استمعت أبو المجد إلى ما قاله موفق مطر كاتب محلل سياسي حول مجدرة مجزرة صبرا وشتلة سؤالي كان إنه توجه للمحاكم الدولية قبل فترة أو في العام الماضي عرضت الكتلة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي فكرة على الجانب الفلسطيني أنه بدل ما تروحوا على مجلس الأمن روحوا على الجمعية العامة ولكن شريطة وسندعمكم كاتحاد أوروبي شريطة ألا تتوجهوا إلى المحاكم الدولية قضية مجزرة صبرة وشتير لها 30 سنة قال موفق مطر أنه في لبنان وضع خاص واتفقت القيادات أنه نطوي هالصفحة حتى يعني ما نثير بلبله في وضع لبنان الخاص ووضع اللاجئين الفلسطينيين الخاص في لبنان، ولكن في مجازر اخرى كمان نفذت غزه جنين الى اخره، كل ما مارسته سرقه الاراضي ما هي هي مجزره بحق بحق الارض. هل سيفتح الباب وسيبقى التوقيت للتوجه خاضع لقرار سياسي؟ ام انه سيفتح الباب وسيتم التوجه فلسطينيا الى هذه المحاكم الدوليه وحول مجزره صبرا وشتيلا، هل تم الحديث عنها مع الجانب اللبناني؟ يعني بالنسبه لصبرا وشتيلا كلنا عارفين تعقيدات الوضع م. اللبناني اللي كان موجود قبل 30 سنه مواقف لقوى تغيرت م. واللبنانيين اذا اللبنانيين وصلوا لمرحله ان لقوا انه لا مجال لفتح كل صفحات الماضي على ماساويتها انا بعتقد انه ايضا يعني رغم انه هذا الكلام مؤلم لكن انا بعتقد في بعض الامور مرات انه يعني لا تستطيعي ان تفتحيها مره اخرى لانه اولا لن تحلي مشكله اثنين ربما تجدد عداوات واحقاد وغيره موضوع صبرا وشتيلة قضية معقدة، أنا الآن مش عم بحكي عن الجانب والضحايا، أنا عم بحكي عن الموضوع السياسي. من قرأ مؤخرا علاقات الأمريكان واتصالاتهم بما جرى في بيروت الغربية ودخول الإسرائيليين آنذاك واللقاء اللي تم بين السفير دريبر وشامير وكان وزير خارجية وشارون وكان وزير دفاع. من يقرأ الآن بعض الوثائق السرية اللي كشفت <applause> يعني آه آه يقشعر بدنه انه كيف آه انه شارون بيقولو له لا بدنا ندخل لانه باقي 2000 ارهابي قال له لا بس لو بترجعوا يعني ولو كم متر قال له ولا يارد قال له لكن آه يعني من شان مظهر الجيش اللبناني قال له احنا بيهمناش مظهر الجيش اللبناني <applause> آه احنا في 2000 مخرب ولا انت بدك المخربين يضلوا موجودين عندنا معلومات بعد ما طلعت قوات منظمه التحرير ضل 2000 مخرب انت م. ما مع انه نقتلهم للمخربين ولا لا مع ولا لا وجروا لدريبر يقول له, قال له لا احنا مع قتل المخربين م. فقصة جزء من ماساه الشعب الفلسطيني في يوم من الايام في يوم من الايام ان شاء الله يجي هذا اليوم م. نستطيع ان نحاكم كل من ارتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني لكن خليني ارجع جانبا م. على قصه المحاكم الدوليه م. احنا قيل لنا من الامريكان ومن بعض الاوروبيين مش من كل الاوروبيين بعض م. انه اذا دخلتم دوله غير عضو او دوله عضو انه بدكم وقتها ترفعوا دعاوى على اسرائيل م. بمحكمه الجنايات الدوليه وفي غيرها انا بقول لك جوابنا وارجو انه هذا الجواب كل فلسطيني يكرره م. إذا كانت إسرائيل عم ترتكب جرائم م. يفترض سواء كنا أعضاء أو ما كنا أعضاء م. تحاكم على جرائمها في يعني الوضع المجتمع العادل بغض النظر م. يعني يفترض وإذا ما عم ترتكب جرائم ليس هناك ما تخشو م. وبالتالي أنت اسأل الأمريكان أنتوا خايفين م. من أنه نتجنع إسرائيل ولا أنتوا بتعرفوا أن إسرائيل عم ترتكب جرائم وبالتالي تتسطر عليها اترك المشكله عندهم عندما سنقبل دوله غير عضو في الجمعيه العامه للامم المتحده سنحصل على الحقوق التي تتيح لنا هذه العضويه في مختلف المنظمات الدوليه ولذلك انا قلت انه بعد قبولنا ستبدا مرحله جديده اكيد ستبدا مرحله جديده هذه المرحلة سيترتب عليها إما جدية من قبل المجتمع الدولي بالمشاركة في عملية التسوية لأن لأنه وصلنا إلى مرحلة ما عادش في تسوية يعني طريقها نسد عرفت كيف؟ إيه؟ بعد قبولنا إما أنه الأمريكان يعني بيستمروا في يعني هذا الانصياع للاراده الاسرائيليه وفعلا مثل ما بيقولوا بيسكروا المكتب وبيقطعوا بحاولوا يعني وفي هذه الحاله الفلسطينيين بيكونوا حصلوا على شيء مهم حصلوا على وثيقه دوليه م. الظروف لا تسمح الان لنفترض لنفترض خلينا نشوف السيناريوهات اميره باشكالها المختلفه عرفتي كيف؟ م. بالعمل السياسي التعاطي مع الواقع ما في حدا نبي انه لا بعمل هيك بده يصير هيك بعمل انت في معطيات بتقولي انا بعمل هيك بحاول اني اوفر كل الامكانيات الممكنه لحقق هذا السيناريو انما ما حققش بكون هيك اذا لا ربما اصل لهيك له يعني في في بلانز في بلان اي في بلان بي في بلان سي هذا اللي بقول لك اياه عرفتي هذا اللي بقول لك اياه ان حصل وصوتت الدول الأوروبية وقالوا للأمريكان في بعض الأوروبيين بما في ذلك البريطانيين على سبيل المثال بيقولوا أصبح الرأي العام في بريطانيا وهذا سمعته أنا منهم يعني أصبح الرأي العام هم نفسهم أوساط بالحكومة بيقولوا يعني احنا متفاجئين انه الراي العام البريطاني نعم قديش اصبح متابع لهذه القضيه مم. حتى ما احكي عن دول تانية انا على الاقل أه. بعرف بلد اشتغلت فيها لسنوات طويله مم. الراي العام الايطالي مم. رغم كل المتغيرات اللي صارت لا تتخيلي مدى مدى مش بس دعمه مدى تفهم وهو الـ الاكثر اهميه مم. وين المأزق؟ وين القضية؟ طب ليه؟ ليش يستمر هذا الاحتلال؟ طيب. إلى متى تعامل إسرائيل؟ ولذلك المدلد. هذا الموضوع أرجو أنه يكون واضح. إذا إسرائيل بترتكب جرائم مم. يجب أن تعاقب. طيب. سيادة المستشار أعود بعد الفاصل لنتابع باقي القضايا وباقي التساؤلات لأنها كثيرة، أتمنى أنه ساعة تلفزيونية أو ما تبقى من الساعة نصف ساعة أن تخدمنا لكي نجيب على جميع ولكن بعد الفاصل. うん。<music> اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامج دائره الحدث برنامجي في يوم الخميس ساعه تلفزيونيه كامله مع الشخصيه السياسيه لهذا اليوم سياده المستشار نمر حماده المستشار السياسي للسيد الرئيس نعيد نكمل ما كنا نتحدث فيه قبل الفاصل مساله تجريم اسرائيل وانه اذا يجب ان تحاسب على مجازرها في المحافل الدوليه هناك ايضا من تحدث عن صيغه الحروب ولكن من زاويه اخرى مصلحيه لدول عظمى نحن اين فيها هنري كيسنجر وزير الخارجيه الامريكي الاسبق ودبلوماسي الامريكي المعروف تحدث في لقاء مؤخرا عن انه ايران هي النعش الاخير في الشرق الاوسط الجديد او انه مساله السوبر باور انها ستبقى للولايات المتحده وهي ستكون حكومه عالميه واحده تحكم العالم، تحدث عن انه روسيا والصين لن تبقى مكتوفه الايدي، امريكا سمحت لها ان تشعر بزيف القوه او بالقوه المزيفه. حتى تحين الساعة وقد حانت على رايو لتكون هناك حرب كبرى تتدخل فيها الصين وروسيا وأن إسرائيل سيتعين عليها في هذه الفترة قتل أكبر عدد من العرب حتى تنفذ المهمة واحتلال سبع دول على رايو في هذا الكلام ويقول بأنها لحظة رائعة رائعة لطالما انتظرها الحديث بهنري كاسنجر الوضع الفلسطيني بين كل هذا والحراك الفلسطيني وان حدث هذا فعلا وان كان هذا مخطط صريح ما العمل؟ يعني بالرغم من كل مساوئ هنري كيسنجر والاذى الكبير الذي الحقه بالشعب الفلسطيني منذ ان اتفق مع اسرائيل ان الولايات المتحده الامريكيه لن تفعل اي شيء بالنسبه للموضوع الفلسطيني ما لم تتشاور عليه مع اسرائيل، يعني القرار لاسرائيل. لا وفعلا يعني هذا ما نراه يعني. هذه البدايه، البدايه مم. كانت من كيسنجر. لكن يبدو كيسنجر وصل الى مرحله من الخرف، وانا بسميه من الخرف، مم. او من اه الافكار اللاهوتيه على ما يبدو انه من النوع اللي اه يعني كثير اه غرقان بتفاصيل آه الحرب التي يتم تدميره ومش عارف ليش ما ذكر المسيح المنتظر هو المفروض انه عرفت كيف الحرب التي ستدمر هذا هذا كلام هذا كلام مجنون يعني الكلام فيه جنون انه مم. حرب ضد الصين وضد روسيا و أنا يعني انا بشك الا اذا كان فعلا الرجل فقد الذاكره أولا هو كان موجود وهو يعرف وهو الذي كان يعني على مساوئه عنا هو اللي بزمانه تاريخيا فتح باب الحوار مع الصين لإدراكه بأهمية الصين الحديث عن ضرب إيران ثم ضرب روسيا وضرب الصين بعرفش يعني راح يضل كيسنجر ليشوف ليشوف وما ايش يعني وماذا بعد هذا كلام هذا بيعني عمل تدمير للعالم آه، علاقته ومحبته لإسرائيل وجنونه في هذا الموضوع وعدم موضوعيته م. هو وغيره م. الجميع يعرف أنه في بعض المجموعات من اللوبي آه، من اللوبي اليهودي الصهيوني والمحافظين ومحاف... الجدد آه، أكثر تعصبا من ال... من قسم كبير من الإسرائيليين <applause> زي روس مثلا كمان م. يعني على أكثر من هيك بالحقيقه يعني يعني انا بكتفي بهذا الجواب بالنسبه ل بالنسبه مم مم ولا, ولا, انظر شو شوفي طيب ما هو حتى لو ما اعتمدناش على كلام كيسنجر بسياده المستشار مساله اخرى ايضا مهمه الارضاء اللامحدود من قبل المجتمع الدولي لاسرائيل حتى لا تضرب ايران في هذا التوقيت هي مساله ما نحن متضررين منها وتجري على حساب القضيه الفلسطينيه بالدرجه الاساس كيف ايضا نواجهها قبل ان ادخل يعني ما سنواجهه او ما نواجهه على المستوى الداخلي شوفي كثير مرات بتكون الدعايه او البروباغندا الدعايه مش الاعلام بالموضوع يستغل لاهداف اخرى مم. مصلحه نتنياهو وحكومته مم. اظهار انه القضيه الفلسطينيه قضيه غير مهمه بما يعني بالاستقرار في المنطقه ثانوية هامشي. غير هامشيه وبالتالي لازم التركيز على خطر كبير وخطر تاني بديوا بقصة إيران ومستمرين في هذا الموضوع والآن بيحاولوا أن يقولوا شغلة ثانية كمان أن الإسلاميين وصولهم للحكم وبالتالي اتركوا الموضوع الفلسطيني لنشوف شو بده يصير حوالينا واستغلوا مسألة الفيلم المسيء للإسلام خير استغلال بالضبط <applause> بالضبط وردود الفعل المجنونة اللي حصلت وإلها ما إلا أي مبرر إنما موضوع إيران على الأقل كل من يحلل من أمريكان وإسرائيليين وغيرهم يعني يتحدثوا عن الموضوع أنه يستعمل من قبل نتنياهو وإلى حد كبير أيضا وزير دفاعه لاعتبارات الدعاية المتعلقة بإسرائيل ومصالحها والتأثير على الانتخابات داخل الولايات المتحدة الأمريكية طب هل تعولون على فوز أوباما في الانتخابات الرئاسيه؟ يعني بالحقيقه يعني احنا حريصين باستمرار كما يعلم الجميع يعني انه رسميا وانا ما فيش احكي الان بصفه شخصيه يعني ما فيش اقول اه رأيك اه راي عواطف طيب بالحقيقه سنرى مين مين راح يطلع راح نشوف مين راح يطلع لكن واضح انه اه يعني من خلال التصريحات اللي بنسمعها من رومني م. ومن هم حول رومني من المحافظين الجدد م. يعني اه اذا كانت ذاكره الامريكان منيحه عاده الشعوب بتنسى بس نرجو انه يعني الاداره, ما الإدارة التي سبقت اوباما مم. مم. وقادت الولايات المتحده الى حروب في العراق وفي افغانستان نعم واحد الاسباب الهامه للأزمة الاقتصاديه في امريكا ولانقصه على العالم بعرفش اذا بدهم يكرروا التجربه بشكل أسوأ مم. طيب. سياده المستشار مساله مهمه ايضا المصالحه تحدثت انت فيها في في البدايه بعناوين عامه ولكن كما قلت لا تبدو انها فقط متعثره ولكن تشتد بتعقيداتها وتذهب الى مسار مجهول. حركه حماس بادراك او بغير ادراك تعزز الانفصال قطاع غزه عن الضفه الغربيه وان كان انفصالها الجغرافي اصلا يعني اسرائيل فيها العامل الاساسي ولكن تقوية النزعة بالانفصال نراها جلية وأنا أقول بناء على ما قالوا المحللين والمراقبين معي في البرنامج خلال الفترة الماضية أكرم عطلة في مقابلة معه أول أمس قال بأن المصالحة منوطة بثلاثة أطراف صحيح الجانب حركة حماس تتحمل فيه مسؤولية كبيرة ولكن أيضا السلطة والرئيس المصري يتحمل جانب أيضا من المسؤولية دعنا نسمع ما يقول أكرم عطلة ثم ننتظر منك الجواب الشافر شوفي المصالحة منوطة بثلاثة أطراف مم. لنكون أكثر وضوحا مصالحة مش منوطة فقط بحركة حماس حركة حماس أنا أظن أنها الجزء الأكثر معطلا مم. وحركة حماس بقطاع غزة ولكن ايضا الرئيس الفلسطيني الى حد ما بعدم تشكيل الحكومه يتحمل المسؤوليه الرئيس مرسي ايضا هو المسؤول عن اتمام المصالحه الان وبالتالي ليس فقط هناك ثلاث اطراف للمصالحه الفلسطينيه يعني من يريد ان يقول حماس الجزء الاكبر بتعطيل المصالحه حماس الجزء الاكبر بتعطيل المصالحه ولكن ليس وحدها مسؤوله عن تعطيل المصالحه وهذا واضح القيادة الفلسطينية أيضا تتحمل إلى حد ما جزء من المسؤولية الرئاسة المصرية الآن هي م. المسؤولية الكلية طيب. عن إتمام المصالحة م. إتمام المصالحة هو يحتاج إلى ضغط خارجي وهذا الضغط الخارجي لا يتوفر إلا لدى مصر سيادة المستشار ما رأيك بما يقوله أكرم عطلة خصوصا أنه مسألة تشكيل الحكومة تغني فيها صبح مساء حركة حماس من أنه مش إحنا بس اللي نتحمل مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق القاهرة أو كمان أيضا اتفاق لتنفيذ الاتفاق اللي جرى في الدوحة أيضا السلطة الفلسطينية تتحمل جزءا من المسؤولية ويقول من أنه أو تقول حركة حماس على هذا الصعيد أنه أيضا حركة فتح ما بدها مصالحة طيب. حتى يشكل الرئيس حكومي كما اتفق قبلها مش بده يصير اتفاق على البرنامج السياسي م. ولا بدنا نشكل حكومه آه كم واحد من آه من غزه لكن فيهم شيء ييجوا على الضفه م. او في اسم حكومه وحده لكن الامن في غزه والكليات بايد الناس اللي اللي خلينا نوضح نقطه انه ما فيش فيهم يجوا من على من غزه للضفه مش بسببنا بسبب اسرائيل بسبب, بسبب م. اسرائيل م. انا ليش عم بقول انه البرنامج السياسي مم. الشيء الاخر هذه الحكومه على طول ولا اتفق على انها تكون حكومه لمرحله مؤقته لمرحله تسيير الانتخابات عظيم مم. لحتى تعمل حكومه لمرحله مؤقته في خطوات اسمها تسجيل الناخبين فاتفق مم. انه خلينا نبدا بما هو اسهل مم. اللي اسهل وبيقتضيش يعني هذا حق طبيعي يعني خلينا نسجل ان المواطنين نسجلهم فاتفق انه نخليها تبدا العمليه بخطوات الخطوه الاولى وهي الاسهل ان تقوم لجنه الانتخابات بتسجيل الناخبين في قطاع غزه يعقبها مباشره الاتفاق على بعض الخطوات المطلوبه من اجل تنسيق العمل مم. يعني بدءا من قصه ضرائب وغير بعض الامور البسيطه ثم يتم تشكيل الحكومه بتكون لجنه الانتخابات قطعة يعني توحيد القرارات والقوانين قصدك ما بين هون وهون ما امكن خلينا مم. يعني اذا ما حد توحيد الأدنى يعني. طيب. الحد الادنى مم. يعني يكون في تفاهم مم. كيف بده يعني الرئيس يجي يشكل حكومه كويس وكل شيء بيدخل من قد... يعني بده يصير فيه كمان عند الرئيس أبو مازن آه... وزير لشؤون الإنفاق مثلا, مثلاً. مم. يعني بتستمر هذه القصة مم. طب يعني كيف كل هذه هادل... هذه القضايا للأسف مجرد إحنا بدينا بأول خطوة وهي الأسهل اللي هي لجنة الانتخابات أوقفوا عملها ولذلك آه... يعني قصة تحميل انه يتحمل كذا يتحمل اولا خلينا نبدأ اذا انا علي مسؤولية خليني ابدأ من مسؤوليتي انا عن مشكلة ما ثم مساهمة الآخرين طيب المصر مصر أين من ملف المصالحة؟ هذا سؤال سألته أنا في في برامجي في الحلقات السابقة إنه أين مصر أين مصر ودورها في ملف المصالحة التي يعني تستحوذ على رعايته برضانا وإيماننا بقدره مصر اليوم والحال يعني بالرئاسه المصريه محمد مرسي اخواني الاصل حركه حماس ترى في يعني السند القوي لطموحاتها قال مثلا اكرم عطله انه حركه حماس لم تنفذ مشروعها بعد وانها لم تقدم النموذج حتى تقبل ان تذهب الى الانتخابات على اساسه نموذج الشارع الغزي على سبيل المثال اللي هي منطقة يعني أنا أسف إنه إحنا وصلنا لحتى نناقش هاي التفاصيل والجذر المشكلة أصلا تم بحل بحسم يعني على رأيهم حسم عسكري على رأي الدستور والقانون انقلاب عسكري في في قطاع غزة هذا هذه الآمال لدى حركة حماس وهذا الإسناد من جمهورية مصر العربية ممثلة برئاستها أيضا يثير علامات سؤال كبيرة حتى عن ما قد يطرح آخرين مثلا خليل شاهين يوم أمس قال أنه نبدأ ببناء منظمة التحرير أو إعادة هيكلتها أو تقوية إعادة الاعتبار لها بما أنه إحنا مش قادرين مصالحة مش قادرين حل مع إسرائيل فلنرتب بيتنا الداخلي ونجمع في ما استطعنا من الشارع الفلسطيني ولكن مصر دورها محوري لم تتوانى مصر عن إبداء الرأي أو إبداء الموقف السياسي تجاه سوريا ولا تجاه إيران ولا تجاه غيرها من القضايا الدولية لماذا تتوقف عند المصالحة أو عند القضية الفلسطينية خصوصا إنه استقبالها لإسماعيل هنية كرئيس للحكومة وحتى إنه قناة الأقصى قالت يجتمع إسماعيل هنية بنظيره المصري هذه الشرعية التي منحتها هذه الرئاسة لحركة حماس متناسية بذلك تاريخ حكم حماس في غزة وعلى أي أساس قام موقفكم أنتم من كل ذلك ماذا تطلبون من جمهورية مصر العربية ما هي التحركات التي قمتم بها على هذا الأساس يعني أولا الإخوان المسلمين وصلوا حديثا م. إلى الحكم في مصر م. أثناء وجودهم في المعارضة جزء من المعارضة الكبيرة للنظام السابق م. وهم إخوان مسلمين وحماس إخوان مسلمين كانت يعني موضوع غزي ومهاجمة النظام إنه النظام لا يعمل النظام كذا الآن الدكتور محمد مرسي أصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية نعم المعارضة التي كانت لسنوات طويلة والاضطهاد اللي كان للإخوان المسلمين لسنوات طويلة سابقة <applause> خلاهم يعني يعتمدوا خطاب سياسي معين <applause> الآن هم في الحكم أصبحوا مسؤولين عن الصحة عن المي ولذلك عندما ظهرت مشكلة سينا <applause> والعمل الإجرامي ضد الجنود المصريين وجدنا أن الرئيس مرسي مباشرة اتخذ قرار النظام السابق ما أخذه اللي هو إغلاق الأنفاق وحتى الآن يمكن في أنفاق أكيد مش يمكن في أنفاق لازالت لكن بدأت مصر بإغلاق أنفاق م. الجانب المصري حتى الآن بإيجاد المعادلة للتعامل مع الوضع في قطاع غزة وحكم حماس أنا بعتقد يمر في مرحلة اختبار هل هذا يعني ما يستدل عليه من ملاحقة حركة حماس لمجموعات السلفية الجهادية مثلا في غزة؟ مثلا هذه والشغلة الثانية الشغلة التانية الشغل التاني آه خلينا نشوف الناس كيف بتحكي بسينا بسينا في قله كانوا مستفيدين من الانفاق وفي أغل... اغلبيه كانت متضرره. م. اذا الواحد بيسمع كيف بيحكوا عم بيحكوا بالاعلام المصري. طيب. وبيحكوا انه يعني على الرئيس مرسي والنظام الجديد الا يتعامل مع الموضوع الفلسطيني على اساس انه حماس. م. ثم في تحذير من اكثر من طرف انه اسرائيل هي التي تريد ان. تلقي بغزه تلقي اليكم تلقي بغزه اليكم، م. وسابقا وطرح هذا الموضوع، م. الان عندما يتم الحديث عن اغلاق باقي باقي المعابر وانه معبر رفح للبضائع والافراد ونعمل منطقه حره تجاريه ويعني مثل ما قلتي وحماس نعم. تتحدث عن رئيس الوزاره ونظيره، الوزير م. ونظيره، هذا عمليا تكريس لشيء تتمناه اسرائيل، نبدا من هون، مم. يعني انا قبل لما حكيت حتى عن القضايا اللي اللي طرحت في الاجتماع مم. وايش التحديات اللي امامنا، بدينا منين انه اساس المشكله عنا هو الاحتلال مم. وكيف نزيل الاحتلال. لما بتصير اي قضيه ثانيه اولويه معنى ذلك في انحراف. عندما تصبح الان الاولويه بالنسبه لقياده حركه حماس في قطاع غزه م. كيف ممكن نأمن اقتصاد مفتوح يعني لما لما بيوصل الغباء والانحراف السياسي بواحد من قيادات حركة حماس يقول م. أن التجارة مع قطاع غزة تعني حوالي 3 مليار دولار م. لماذا تذهب إلى إسرائيل ولا تذهب لأشقائنا في مصر م. هيك حط هيك حط هذا نرجو وأنا بعتقد هناك من يتحدث الآن في مصر وأكثر أنا سمعت أكثر من معلق وأكثر من شخص وأكثر من م. مثقف ومن صحفي يحذر من خطورة هذا. طيب بس ولكن الإجراءات. أكملك يعني م. بس آخر جملة ما نرجو هو ألا يكون هناك تأثير للأفكار القديمة لحركة الإخوان المسلمين في مصر. اتجاه التعاطي مع الوضع الفلسطيني بالموقع الجديد الذي تحتله أو يحتله شخص من حركة الإخوان المسلمين في رئاسة مصر. موضوعين مختلفين. طيب اسمح لي أن أعود إلى يعني بخصوص هذه النقطة كنا حذرنا سابقا سيادة المستشار من هذا المخطط إنجاز التعبير أو هكذا سيناريو. كان الدكتور محمد حمزة يتحدث كثيرا حول هذه المسألة وقال أنا ذاك بأن الإتفاق الذي تم بين الإخوان المسلمين والولايات المتحدة حول اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل مرفق بملحق يتحدث عن غزة وعن إرفاقها بمصر وأن الإخوان المسلمين موافقون على ذلك وأن هذا الملحق إن صح يعني مناش بدكش إذا ما بدك ندخل بتفاصيل صحيح هذا الكلام أو مش صحيح طب ما احنا بنشوفه عم يطبق وان كنا نحذر من خطورته وما زلتم انتم كقياده ولكن اجراءات منظمه التحرير السلطه الفلسطينيه انتم في القياده هل هذا يعني انه العلاقه مع مصر بخصوص التمثيل وشرعيه التمثيل سيصبح عليها مثلا سوء في العلاقه او ستتضرر العلاقه مع مصر بناء على ذلك خصوصا انه احنا سمعنا انه السيد الرئيس استدعى السفير المصري في رام الله يعني لنقل الرسالة ما هي الرسالة؟ <applause> يعني خلينا نكون واضحين مم. حتى الآن هناك حوار وعلاقة جيدة مع مم. الأشقاء في مصر يعني عقد أكثر من لقاء مع الدكتور محمد مرسي قبل انتخابه ثم بعد انتخاب نحن حريصين على أن نؤكد ونظهر ونذكر مم. القيادة المصرية بخطوره القبول تحت اي مسمى وتحت اي ذريعه ولاي سبب من الاسباب القبول بتكريس الانقسام الفلسطيني وبضرب شرعيه التمثيل للشعب الفلسطيني ايا كانت ولذلك حتى تعبير الحكومه المقاله هذا يجب ان ينتهي للاسف استعملت احدى القنوات ثم تكرر هذا التعبير مم. وهو تعبير غلط ولا سابق له في التاريخ مم. حكومة مقالة إيش يعني مقالة يعني بطلت حكومة وبالتالي إسماعيل هنية هو قائد من قادة حركة حماس في قطاع غزة كل المبررات لن نقبل بها أن يعامل إسماعيل هنية وكأنه آه يعني يمثل شرعية ما اي اتفاق معه مهما كانت المبررات حتى لو فرض احنا الاحتلال رغم بحاول يكرس نفسه بنقول لا شرعيه وسيزول وعشان هيك بتمسك الانسان بقضيته اي اتفاق مع اسماعيل هنيه على اساس انه يمثل سلطه من قبل مصر او غير مصر لا شرعيه له ولا قيمه له والاخطر من ذلك ان نتائجه خطيره على مصر وخطيرة جدا على الشعب الفلسطيني هذا الكلام يقال للأشقاء في مصر بمنتهى الوضوح هل هناك كما قلت سابقا حتى الآن تأثير ما لمرجعية ما في مصر تحاول أن تخلط ما بين الإخوان كحركي ومصر و و كدولي انا بعتقد بيكون في خطا كبير وخطا طيب. وخطير اما قصه انه في بين الولايات المتحده وحركه الاخوان بالحقيقه لا معلومات لدي حول هذا الموضوع طيب سياده المستشار هناك من ينتقد ويقول مثلا خليل شاهين يوم امس قال انه مساله التطاول على التمثيل الفلسطيني حصلت كثيرا في الآونة الأخيرة وكان الانتقاد من قبل السلطة ومنظمة التحرير انتقادا خجولا مثلا زيارة إسماعيل هنية إلى تونس ثم لمصر، ثم دعوة من من ايران مثلا وغيرها وغيرها، الامارات حدث ولا حرج، قطر اتفق و... مع أتفق انه لماذا صمتم مع... كل هذه المده والانتقاد كان خجولا الرجوع عن الخطا فضيله مش هيك اتفق مع خليل شاهين انه كان يجب الا نسكت من البدايه، م. على اي حال الذي <أخ> حصل سابقا م. لا يمكن ان نقبل انه يتكرس اللي حصل سابقا كان طيب. غلط م. كان غلط م. ربما لاعتبارات عديده انه في تغيير وكذا وما في مرات بصير يعني بعض الاعتبارات م. لكن نعم انا متفق مع الاخ خليل شاهين انه كان يجب الا تمر من اول مره م. قضيه التشكيك ومن قي... من مين؟ من م. قبل العرب م. يعني احنا مع ايران كان واضح الموقف طيب. انما بعد موضوع ايران م. لن نقبل سواء كان هذا الامر من قبل الاشقاء في مصر او الاشقاء في اي مكان اخر. الشعب الفلسطيني قدم تضحيات هائله من اجل وحدانيه التمثيل، احنا بعد عام 48 تشتتنا كشعب ما عادش في مرجعيه حتى حصلنا على ان هناك ممثل للشعب الفلسطيني يتحدث باسمه قدمنا تضحيات كبيره. من يحاول ان يخون دماء الشهداء اليوم لحسابات صغيره يجب ان يكون هناك وعي فلسطيني شامل من اجل ايقافه. سؤالي سؤال مهم توجه الوفد الفل... وفد فلسطيني مرسل من قبل السيد الرئيس الى السعوديه مؤخرا هل هذا يعني استعاضه عن الدور المصري في الملف الفلسطيني؟ خصوصا انه الحديث لم يتم الحديث عن طلب اموال مثلا من السعوديه. لا 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 ما فيش علاقه بين هذا وهذا لا. لا لا يعني الزياره للمملكه بالحقيقه هي شرح يعني اولا المملكه يعني بلد عربي شقيق، مهم، مؤثر كان دائما في الخط الأول طيلة المراحل الماضية في دعم الشعب الفلسطيني منذ القائد المؤسس وطيلة المراحل إحنا الآن على يعني أبواب مرحلة جديدة كما قلت الأمم المتحدة وما سيترتب على ذلك الأزم الموجودة سواء كانت المصالحة الاحتلال كذا كل هذه الأبعاد هناك حرص على التواصل ومعروف انه الامير سعود الفيصل يعني نتمنى له الشفاء العاجل ولذلك الوفد الذي سيذهب سيتحدث مع سمو الامير سلمان في كل القضايا المتعلقه بالشان الفلسطيني لكن موضوع انه بديلا عن مصر غير مطروحه هذه الفكره الحديث عن ازمه المصالحه نعم سيتم الحديث في هذا لكن غير وارد على الاطلاق طيب الظهر العربي هل هو يسند التوجه الفلسطيني الى الامم المتحده لا يعني فقط ذلك على المستوى التشاوري والمستوى السياسي انا بعرف انك شوبت سياده المستشار حقك على سؤال هل يسندوننا فقط تشاوريا آه، سياسيا معنويا ماذا عن السند المالي في المرحلة الحالية الدقيقة يعني نعرف أن التوجه مهم جدا إلى الأمم المتحدة تحدثت عن مزاياه وعن الأمل الذي قد يحصل المواطن الفلسطيني منه وعن الحقوق التي قد تقلب كل الموازين على, على الأرض هل السند العربي موجود شبكة الأمان العربية التي تحدثنا عنها مطولا في القمم العربية وما الأموال التي رصدت وما إلى ذلك بعض يقول بأنه الخطاب الفلسطيني تجاه العرب يجب أن يتغير يجب ألا يبقى على صورة أن الأشقاء العرب ونشكرهم ونتمنى عليهم أن يلتزموا بما عليهم يحتاج ذلك خطاب جديد للأسف يا أميرة سنستمر نقول رغم المرارة نتمنى من الأشقاء العرب الذين أملنا كبير بهم و <applause> لا نريد انه اذا كان في شيء سيء ان نخلق لنفسنا ما هو أسوأ. طيب تطمين يعني جمله تطمينيه للشارع الفلسطيني سياده المستشار ان تقلب الطاوله على اوسلو بمعناها المجرد غير وارد ولكن القلب الطاوله سيكون خلال الامم المتحده صحيح نعم يعني اولا بستطيع اقول التالي بذهابنا للامم المتحده اولا آه ذاهبين وهناك تأييد كبير لنا، م. كبير جدا، م. وحتى وخليني احكي عن الدول اللي احنا قلنا الكم والنوع. تفضل. حتى الدول المهمة م. اللي بتنصحنا لا تعترض على حقنا، م. ولذلك أنا بعتقد إنه آه سنكون على أبواب مرحلة بعد التصويت، مرحلة تماما جديدة. سيجد نفسهم اللي قبل شوي قلتيلي انه نغير المخاطبه م. ربما يجد نفسهم محرجين ستجد نفسها حركه حماس في احراج كبير م. لانه عندما سيتم الاعتراف وسيروا جميعا ما هي النتائج م. الكل سيدرك انه دائما هناك اولويه معينه حولها يجب ان يلتفوا الجميع. وهي القضيه الفلسطينيه وهي القضيه الفلسطينيه حقوق الشعب الفلسطيني ان تجبر العالم كلياته على الجميع ان تكون لديهم الثقه، كيف بدينا هذا النظام الفلسطيني بدا في مرحله كان الناس مشتته ما م. حدا ووصلت الام ووصلت قضيه فلسطين مره اخرى، اللي قضيه اللي كانوا معتبرينها منتية ومنسيه جولدا مائير كانت تقول مين الفلسطينيين ما فيش فلسطينيين لذلك الشعب الذي صمت بعد مرارة نكبة عام 1948 أنا لا أعتقد أنه بال2012 يمكن أن يعود إلى الوراء صعوبات موجودة صعوبات موجودة يعني كبيرنا وإن مات فصغيرنا لن ينسى بالضبط شكرا لك سياده المستشار نمر حماد المستشار السياسي لسيد الرئيس للاسف دركني وقت البرنامج شكرا جزيلا لك على هذه الاجابات الشافيه شكرا لك مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقه من برنامجكم دائره الحدث حتى القاكم يوم الاحد هذه تحياتي اميره حنانيه ومن طاقم البرنامج دائما التحيه تفضلوا الى الزاويه الكاريكاتيريه التي نختارها دائما لكم من الصحف المحليه والعربيه دمتم بخير والى اللقاء